صباح الخير، صباح النور، صباح كل حاجه زوينه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الاخوات، الاخوت، اصحاب والحباب، العائله كامله، كنتمنىكم تكونوا في احسن حال. وكنتمنى منكم في هذا الفيديو انكم تدعوا لي مع الزوج ديالي. انا دابا حاليا في المستشفى، هانتوما انا باكر الدم دابا كاع ما دخلت. زوجي اليوم عنده عمليه، البارح كان نعس هنا في السبيطار، شدوه البارح واليوم ان شاء الله عنده العمليه هذيك 8. وانا جايه لعندو البارح، ما خلوني اصلا، ما خلونيش نبات معاه. هذا اليوم عنده ان شاء الله باذن الرحمن العمليه. ف اي تشكيش ياديش ياديش براسي، سمحوا لي خليكم معاه. ها شكون نقول لكم عندو، خليني نتعامل مع راسي ومزيان نشرح لكم اش من عمليه عنده. عنده واحد العمليه غريبه من النوع ديالها، بما انني في المجال ديال التمريض وفي المجال ديال الطب، فاول مره كنسمع بها الصراحه بيني وبينكم، فالصراحه استغربت منها. فالمهم خليني حتى نتبرك باش ندخل بعدا نشوف الاوضاع ديالو، لانه انا البارح شريت له كل شيء اللي خاص، دوك الحوايج اللي طالبين لي. ودابا فقط جاي لعندو ان شاء الله باش نشوف، لان انا الزوج ديالي شي شويه كيخاف وجاي نرفع ليه من المعنويات ديالو، فان شاء الله يكون خير. و هادشي اللي كاين، انا اليوم ما خديت اذن على قبل طبعا، لانه ما كنتش واحد حدا بقوا خدام بقوا خدام، ما كنتش واحد. وانا طبعا من الوظائف ديالي انني نكون مع الزوج ديالي ونوقف معاه، اذا ما بقاش معاه في هاد الاوقات امتى نوقف معاه. هادشي اللي كاين صراحه، انا براسي مستريسيه وكنحاول انني العمليه راه ساهله، انا ما كاين حتى شي حاجه، ما تخافش ان شاء الله يكون خير. وصافي ما تنسونيش من الدعاء الخالص، شكرا لكم بزاف. ولا لا يخطيكم، دابا انا غنطلع في لاسانسور ونطلع ل شنو بلاصه، خلينا نصوني عليهم من بعد نقطع معكم الفيديو هنا نصوني عليه هو اش من طبقه اش من جناح كاين. ما تنسونيش من الدعاء، الله يرحمكم يا والدين. انا براسي انا في الخلعة، حق الله فاش كنطلع كضربني كرشي. هانتوما معايا، هو كاين فهاد الجناح هذا. اشكرا واش ولد النافية. اي هادي كاتيك ان شاء الله، انا نصب ياسك. اي اكسجين يا بتاتا مدام، ها كيش مش اصلا، كيش مش اصلا تايدا arkadaşlar söyle sana dua et. سكنت شيء يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هذه الشومبر اللي نعس فيها هنا كاين، ما هاش ما بين هذا؟ شكون اللي الراجل ها خايف؟ ليه سيدي يوسف؟ حاجة منين؟ كوكما يمشي يا حبيبي، انا تصانو من بعد هوني يوب غاس تاع كوكما يمشي، انا صان كوكما، ها انا صان كوكما. طيب كي كوكي جندا، انا اودر جندي، ما انا لي كوكما، انا اودر جندي سند انا برد ما يوا يوا. سانو سانو مال سانو شال سكو ولد خالو هو اللي بات معاه البارح، انا ما خلونيش نبات هناك، لانه كان البارح واحد الراجل هنا نعس معاه، هبطوه للعمليات وغيبدلوا ليه لا شومبر، وجابت معاه هذا ولد خالو. هذاك الشيء البارح جا ضيق التنفس وداروا له الاكسجين، هادشي اللي قال لي. فالبارح ما قدرش انني نبات معاه، ف
هادشي اللي كاين. جابت معاه هو ولد خالو عرفتي دابا راه انا راجع راه فيا الخلعه كيبان لكم بحال هكا راه فيا الخلعه شاده القليع واش ديالي كلعوش ما كلعش كلتوش دم كلتوش لانسات شوية ما ماكس فاكيس اوخ البارح انتم نهار 8 كاتب لي التاريخ نهار 8 جوج البارح دمار يولون بردان ما اتشو لبا اجي دان بردان اشمي بردا اتشو لار بردا دا اتشو لار بردان بردان مي اتشو لار بلكي سنين دمارلار شايدة انجر İncecik gözükmedi. O yüzden buradan açmışlar. Hı-hı. O yüzden. Ben de diyorum hani böyle ters yatacağım ya o yüzden ben diyorum. Olabilir de. Yani ama hatta damarlara göre. Bak bir saniye buradan hiç gözükmüyor aslında. Seninki ince. İnce mi? Hı-hı. Kız böyle yani. Gözükmüyor evet her insanın farkı var. O kadar spor yaptık oğlum nasıl gözükmüyor? Spor alakası genetik olarak. Olur mu spor? Damarlar ya genetik olarak. Evet ya sen anlamıyorum işte. Ya ne anlamıyorum ya? Ben hemşire unutma. Allah Allah. Tam bulabilir misin daha? Evet bulabilirim. Var mı? Nerede? Nasıl nerede? Abdin gülüküm berk dahil kharış fil adara ma'arif mey gülü enno vgay mudkhil stres bzaf. Ana hissit bi. Erik şey leş ana jit andu li mabash nrfu alim el ma'naviyyat. İlla ma mkosh ma'ar razi ana fadn. فهاد النهار المهم امتى غادي نقعد معاه قولوا لي ايوا ان شاء الله كنتمنى ان تدوز العمليه بخير وفي احسن حال يا رب انا براس انا خايفه اكثر منه غير كنحاول نبرد عليه نقول ليه ما كاين والو بس اللي كنقدرش نهضر بزاف لانه كاينين الناس انا هذا هذاك اللي كاين هات انا ولد خالت راجلي غنمشي نجيبو الفطور هو ما عندوش اصلا اليوم صايم اليوم ما خاصوش ياكل بالنسبه للسبيطار هي السبيطار راحه كبيره مي انا غنمشي نفطر لانه ساعه كتر عمليه ماما ونضم اون بيزا عنده مع 11 العمليه فغيم مش ما باش نهضر قدامه واخا هكا واش يفهمني ولا ما يفهمنيش مي حسيت براجلي راهو داير خايف بزاف فبما انني في هذا الدومين وانا عارفه لانه انا خدمت في غرفه العمليات وخدمت حتى في لا ميدسين في لا شيغورجي كنعرف كيفاش نتعامل مع المرضى فلهذا انا كنحاول نهضر معاها هكايا نضحك معاه نقشب معاه هكا نبقى نشد غير باش ينسى شي شويه باش ديك الخلعه تحيد منه ايوا شنو نقول لكم هادشي اللي كاين الله ييسر الامور يا رب رغم انا اكثر منه خايفه قسما بالله انا خايفه بزاف مي ان شاء الله خير وصافي من بعد حتى يدخل العمليه وغنبرد معاكم وغنشرح لكم شنو هاد العمليه وشنو اول مره غنسمع بها صراحه انا براسي صدمت المهم علينا نتلاقاو من بعد هاوري جينا نختاروا الفطور جمعنا انواع البراك لي ساندويتش الفطور بازو احنا جبنا هذا الفطور صراحه كنت باغا الفيلا بغيت نمشي ناخذ بتيبان كيبيعوا البتيبان زوين مي ما كتبش راهم باقيين سادين انا غير من سطرت ما عرفتش اش كندير دابا راه داخله خارجه في الهضره قصرا باك مين والله شوفوا قسما بالله افندم ها اينن اللهم رب الناس أدهد الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء الله غادي يرزقنا يا رب تشافي كل مريض يا رب اللهم اغفر النهار المبارك العظيم يا رب تشافي رجل تشافي جميع مرضى المسلمين أجمعين يا رب لأنه صراحة المرض صعيب حق الله كما بيكون نوع المرض الواحد في الدنيا أغنى أفتشني أحسن حاجة في الحياة هذه كلها ماشي الفلوس ماشي هي
تما ديوم شي طوموبيلات هي الصحه حق الله كلشي كيتعوض في هذه الدنيا الا الصحه هي اللي ما كتعوضش بوحدها الا مشات الله ما ترجع مي عفيت دابا حنا راه خرجنا هانتوما يا هلبا حنا باركين في الصالون خرجت انا وياه حنت الطبيب دابا كيدور كيدور على لي شومبر وكيدير لهم كونترول كل واحد على حسب الحاله ديالو داكشي علاش خرجونا هنايا دابا حنا باركي كنتسنى يعني قال لي هاشم قال لي البارح بقيت كنتسنى بحال كلشي ساعه ولا ساعه ونص وانا كنتسنى الطبيب لانه هنا كاينين بزاف ديال لي شومبر يعني هو وزهرو ان شاء الله يكون خير وصافي هادشي اللي كاين بصراحه مخلوعه حتى هو براسو مخلوع قبيله باركي يقول لي هما جايين هما جايين هما مولين كنت مدير والو 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 المرا كتحمل وكتولد وما كديرش هاد الخلعه كامله ويحي كان فريمون مخلوع حسيت بيه اول مره كنشوف راجلي بحال هاد الحاله المهم ان شاء الله يكون خير هادشي اللي كاين صافي الطبيب سالا الفيزيت ديالو حنا داخلين يا اخت عيني انا كنصور لكم انا حدا من نوع الصور قداش على شي بعيد على ما عندش شي حد وده دم بومو دي شي بلاصه ديال لي زين فيرميا يا اختي توحش الخدمه ديالي كيف قالك انا براسي مسترسي انا مكنبيش نبين لي